عسل زبيب من مطفيح. النسبة بتاعته كانت 250,000 أول ما عرفت. جيت بعد كده حضرتك عملت بقى بطاقة علاجية، فأنا متأمن عليها في المحل ده، وبدأت أعمل علاج تأمين صحي عشان الدكتور اللي أنا كنت بتعالج معاه بره قال لي كده أنت لازم تاخد علاج انترفيرون. فطبعا عشان هي كانت غالية فعملت البطاقة التأمينية بتاعتي، أنا كان متأمن عليها بس ما كنتش عامل البطاقة العلاجية دي، فعملتها وبدأت أتابع مع العيادة اللي أنا تابع ليها، عيادة الشباب بتاع باب الشعرية. فالدكتور حولني على لجنة الانترفيرون مستشفى الجمهورية صدناوي، وهناك فعلا حولني على لجنة الانترفيرون مستشفى صدناوي، وهناك فعلا أعطوني الانترفيرون. بس انا والله بعد كده صراحه بعد التحليلات واخدوا من علينا كبديل تحليلات وشوفها كده الموضوع ما كانش سهل يعني. استنى، في المستشفى احنا قلنا مستشفى ايه؟ لجنه المستشفى ايه؟ لا مستشفى صدناوي يا شباب. طب مستشفى صدناوي وهناك اخص الانترفيرون بعد ان اخذوا مني طبعا عينه كبديه وعملت تحليلات. ايوه حضرتك جيت بقى هنا في مستشفى الحمامات العباسيه، قابلت سياده اللواء ابراهيم قال لي طبيعي اثبت انك انت عندك فيروس. قلت له انا معايا التحاليل. قال طب هات لي التحاليل وجيبها لي بكره وانا ان شاء الله هكون تبع كل المجموعه اللي هتخش ان شاء الله هي في رمضان. رمضان اللي فات جيت قلت له حضرتك التحاليل بتاعتي اللي اثبتت ان انا عندي فيروس سي، وبعد حضرتك برضه اعطاني بقى دروع علاج. كنت انا مع سلامه اللي قال لك الشام في اخر 10 ايام في رمضان في الشام، وبعد رمضان اتحجزنا حوالي كبسولات الاول. وبعد كده اتصلوا بينا رحنا المستشفى اتحجزنا. الكبسولات الاول كنتوا بتاخدوها وانتم موجودين في البيت عادي؟ احنا في البيت عادي. خدتها لمده ايه؟ خدتها لمده 10 ايام، كبسولتين كل 4 ساعات مع كوب شراب دافئ يعني. كبسولتين كل 4 ساعات. 4 ساعات. بعد كده بعد كده حكيت بقى مع الدكتور ابراهيم، قعدنا هناك في المستشفى عملنا طبعا التحاليل كامله، اشعه البطن واشعه الصدر، وبدات مرحله العلاج. بعد كده بقى كنت عايز اعرف موضوع الفيروس هل هو راح عندي او لسه ما راحش. الموضوع ده اللي كان يهمني، ان انا عايز اعرف الفيروس يعني هل هو موجود ولا هو اختفى تماما. هو قعدت بقى على ايه؟ على الجهاز. وانت على الجهاز كنت حسيت باي حاجه؟ لا على الجهاز ما حسيتش باي حاجه خالص، ما فيش اي اثار جانبيه خاصه الجهاز. بس انا عليك احنا ما شفناش طبعا اي تحليلات، وما كانوا بيعملوا تحليلات كل اسبوع ما شفناش اي تحليلات. انما انا اطمنيت ان انا الفيروس راح من عندي بموضوع الجهاز اللي هو المخترع برضه الجيش اللي مخترعه العميد احمد امين اللي هو السي فاست. ده اول يوم رحت فيه من كابتن القسطره، وعشان هو على الجهاز فكان ماسك الجهاز العميد احمد امين قال لي هتعرف حركه الجهاز وانت اللي هتحفظها، هتحفظ حركه الاشاره بتاعت الجهاز، عشان بعد كده انت هتقعد هنجيبك على الجهاز ده مرات عديده بعد كده، كل فتره هنجيبك عشان تشوف يعني سرعه الاشاره عليك عامله ازاي.